عندك كواليس فيما يخص رحيل بريرا عن لجنة الحكام في اتحاد الكرة، ايه اللي بيحصل؟ هل بريرا مشي خلاص ولا لسه هيمشي ولا ممشيش ولا هيكمل؟ ملف التحكيم في اتحاد الكرة ده كارثي. اللي جاي فيه اصعب من اللي فات اصلا، اصعب من اللي فات. اولا اللي عمله بريرا في الكام يوم اللي فاتوا دول يعني اندل على شيء بيدل ان احنا بصراحه بنختار ما اعرفش ازاي. يعني هي المشكله مش في التجربه الاجنبيه، انت ممكن تجيب خبير اجنبي بجد يطور، بس انت اخترت غلط. اولا لما اعرف بالصدفه من الناس في الاتحاد الافريقي ان بيريرا راح قدم السي في بتاعه للاتش ار في الاتحاد الافريقي عشان يشتغل في بروجكت جديد لسه هيتعمل في الاتحاد الافريقي له علاقه باكاديميات للتحكيم في افريقيا، دي كانت بالنسبه لي مثابه الصدمه. يعني انت رئيس لجنه حكام مصر عايز تشتغل براعم تحكيم في افريقيا، واصل الحجه اللي قالها الناس في الكاف البرتغال بتطبق المشروع ده بقالها 20 سنه، فعندي خبرات كبيره اقدر انجح المشروع ده. طبعا الراتب اللي معروض من الكاف على المنصب ده اللي هيمسكه 5-6000 دولار اصلا، انت بتاخد في مصر 18000 دولار. شوف احنا اخترنا مين وبكام وهيروح يشتغل بكام، ده اذا اصلا اختاروه. فبيريرا ماشي ماشي في محاولات وبيدور على شغل، وبيدور على شغل وحقه يدور على شغل على فكره، طبعا حقه طبعا طبعا. راجل عنده طموح يشتغل، بس الاماكن اللي مرشح ليها او بيشتغل عليها او اللي عايز يشتغل فيها لا طليق تماما بالمكان اللي المفروض احنا جبناه يدور فيها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في اعضاء في اللجنه الحاليه بيحاولوا يعني يرسخوا فكره ليه ما نجددش لبيريرا ويبقى مستشار فني للجنه بعد ما كان رئيس لجنه. ما انا بقول لك اللي جاي اصعب. الحاجه الثالثه، انا هقول لك كده في عناصر سريعه عشان الوقت. الحاجه الثالثه، وانت متمشي بيريرا وانت بتعمل تشكيل جديد للجنه، اولا بتحط ناس في مناصب غير مؤهله. وانا هديك مثال، وانا قلت الكلام ده قبل كده اكتر من مره وبعيده تاني، ان انا شايف ان في مشكله كبيره لا تصح ان هي تحصل السنه الجايه. كابتن ابراهيم نور الدين على عيني وعلى راسي حكم دولي وكل حاجه، بس لما يجي في اللجنه بعد ما يعتزل يجي عضو لجنه، لكن ما يبقاش المدير الفني للجنه. ليه؟ اخر 5 سنين هو خارج التصنيف الافريقي، اخر 5 سنين بره دورات كاس الامم الافريقيه الثلاثه، اخر 5 سنين ما بيحكمش في تصفيات كاس عالم ولا تصفيات كاس امم. السنه دي وهو دلوقتي ماسك رئيس لجنه تطوير وتعليم مسافر حكم رابع مع طاقم مغربي في ماتش تصفيات كاس امم، راح يحكم تمهيدي في الكونغو الديمقراطيه في كاس الكونفدراليه. يا جماعه التطوير والتعليم ده محتاج محاضر دولي، محتاج واحد، مش هتقول لي الكابتن عصام ولا الكابتن جمال، اكيد هم اكبر من كده، بس محتاج محاضر. هل الكابتن ابراهيم محاضر دلوقتي؟ لا. يبقى بالتالي انت بتمشي بريرا، بتعمل تشكيل للجنه غلط، جايب حكم روماني لنهائي كاس الرابطه وده هياثر على امين عمر في الترشيحات اللي جايه من الاتحاد الافريقي، لان المعلومه اللي جات لي لجنه الحكام في افريقيا سالت امين عمر انت الماتشات الكبيره دي انت بتحكمهاش ازاي؟ احنا هنعتمد عليك ازاي وانت اصلا في بلدك ما بيعتمدوش عليك؟ اقول لك على مفاجاه حصلت النهارده نتيجه التخبط اللي بيحصل عندنا. في طاقمين من مصر كانوا متعينين في تصفيات كاس الامم، محمود البنا كان عنده مباراه ما بين زيمبابوي والكاميرون، محمد معروف كان عنده مباراه ما بين نيجيريا وبنين، اتشالوا واتحط مكانهم طاقم مغربي وطاقم غيني. كارثه طبعا. ده عشان احنا بنجيب حكام اجانب، بنجيب حكام اجانب ما بنرشحش حكامنا، ما بندعمهمش. اللجنه اللي موجوده ما بتختارش صح عشان تقدر تدعم حكامها بره. عندك حكم محترف في قائمه البروفيشنال امين عمر رايح كاس عالم هو ومحمد معروف، بتيجي نهايه كاس رابطه تجيب طاقم تحكيم روماني، انت مش جايب حتى يعني من فرنسا ولا من المانيا ولا ايطاليا، مش جايب مثلا يعني حد من ايطاليا مصنف، صح، جايب من رومانيا. فهو اللي اتحاد الافريقي شايف ان الحكام الرومانيين اهم من الحكام. انا هقول لك على معلومه، ديوي المدير للجنه الحكام في افريقيا لما جه طاقم اسباني الماتش الاهلي وبيراميدز كلم امين عمر قال له انت فين من الماتش ده؟ لان لجنه حكام افريقيا بتتابع الحكام البروفيشنال بتشوف ماتشاتهم في دورياتهم، قال له انت فين من هنا؟ طب انا ارشحك ازاي لماتشات كبيره عندي وانت عندك الناس مش بتعتمد عليك؟ كارثه. لا كارثه. انا بقول لك اللي جاي اصعب. طيب